بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. راح نقدم اختبار، ليس الاختبار إنما تصحيح موضوع التربية الإسلامية، الإجابة النموذجية لموضوع التربية الإسلامية بيام 2023، شهادة التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2023. طبعا قبل ما نبدأ في التصحيح، إشارة فقط: التلاميذ يغادرون القاعة عند منتصف الوقت. حذاري أمهات، حذاري أبنائنا الأعزاء، عندك ساعة كمل ساعة، كمل تراجع. نبدو على بركة الله في الوضعية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. سورة النبأ، صدق الله العظيم. المعصرات هي السحب المعبأة، ألفافا ملتفة الأشجار. يمكن استنباط نعمتين من نعم الله عز وجل علينا: أولا نعمة الأرض والبيئة، أي إذا جعل الله الأرض مهادا لنا، إذا جعل الله الأرض مهادا لنا يعني مستوية ومناسبة للعيش والاستقرار، كما خلق الجنان والفواكه كأطعمة ومرتع لنا. إذن النعمة الأولى هي نعمة الأرض والبيئة، إذ جعل الله الأرض مهادا لنا يعني مستوية ومناسبة للعيش والاستقرار، كما خلق الجنان والفواكه كأطعمة ومرتع لنا. النعمة الثانية نعمة الليل والنهار، إذ جعل الله الليل لباسا لنا للراحة والاستجمام، والنهار معاشا للعمل والاستدامة. هذه الدورة الطبيعية تتيح لنا استفادة كاملة من الزمن والفرص. إن كانت هذه الإجابة عن الوضعية الأولى. طبعا الإجابة النموذجية تحتوي أيضا على الوضعية الإدماجية. أبقوا معي لآخر الفيديو حتى تعرفوا الإجابة النموذجية لكامل الموضوع. الوضعية الثانية، إذن يدعو الحديث الشريف إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها وعدم تركها مهما حدث ومهما حصل. ثانيا، الخلفاء الراشدين أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي رضوان الله عليهم، الذين تميزوا بالتمسك بسنة رسول الله وكانوا يتبعون سنته في كل أمورهم. الخلفاء الراشدون أربعة: سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، كانوا تميزوا بالتمسك بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه في كل أمورهم. ثالثا، مثالان عن قدوة الخلفاء الراشدين في حياتنا اليومية. تتمثل القدوة في تعاملهم مع السلطة، حيث كانوا يعملون بإرادة الله وأمره ويحكمون بالعدل والإنصاف ويقومون بإدارة الدولة بناء على نظام مؤسس على أسس إسلامية. كذلك تتمثل القدوة في تعاملهم مع الناس، حيث كانوا يتمتعون بالتواضع والود والعدل
وكانوا يعملون لخدمة الناس وتحقيق مصالحهم، ويهتمون بشؤونهم، ويحرصون على حل مشاكلهم بالطرق الشرعية والمناسبة. وعلى سبيل المثال الإشارة إلى سيدنا عمر بن الخطاب، حيث كان يتجول ليلا للإطمئنان على حال الرعية. نذهب الآن إلى الوضعية الإدماجية، المودة والرحمة. إذن المودة والرحمة هما من أسس صفات الإنسان، فهما يمثلان العطف والمحبة والتعاطف مع الآخرين. إن المودة تعني الحب والتقدير والاحترام للغير، وتشمل الإحساس بالألفة والترابط والتآزر بين الناس، بينما الرحمة تعني الإحساس بمعاناة الآخرين والتصرف بلطف لإزالة هذه المعاناة. إن الإنسان الذي يتمتع بالمودة والرحمة يكون قادرا على بناء علاقات جيدة مع مجتمعه، ويستطيع أن يكون داعما لإخوانه في الأوقات العصيبة، ويساعدهم على تجاوز محنهم. كما أن الرحمة والمودة تساعد الإنسان على تحسين نفسه وتحقيق النجاح في حياته الشخصية والمهنية، فيصبح بذلك مثالا يقتدى به، ويمثل قدوة حسنة لغيره. من المهم أن يسعى المجتمع إلى تعزيز هذه الصفات النبيلة في حياة أفراده، والتعامل بلطف وعطف بينها. إذن موضوع التربية الإسلامية موضوع من الدروس المأخوذة في البرنامج الدراسي. طبعا اقتراحات الأساتذة أو تكهنات الأساتذة هي مجرد تكهنات لا أكثر ولا أقل. التلميذ عليه أن يحفظ جميع دروسه حتى ينال العلامة على الأقل المقبولة. أما أنه حددنا الأستاذ الفلاني وقال لنا ما تحافظوش الدروس الفلانية، وقال لنا ما ديرش، هذه دائما نبعدها على العين التاعي. تمنيتي لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.